وين الكفوف البيضه؟ وين الشابوه؟ عارفه مشغول عم بفتح العلبه لانه بعضهم واصلين طازه. بس اتاكد اذا فتحت. مش الحال خلص يلا. صار فيني هلا صار فيني بلش معك. ما هيك صار فيك تسحبه. ما تسحب ارنب من قلبه هلا. اسحب لنا التليفون. التليفون بس إيه؟ كنت عم اتاكد انه بتعرفي لانه واصلين طازه إيه؟ بعدهم سيلد فنسيت افتحها لما فوت على الهواء كمان. فهلا مش الحال خلص. مش مشكل ما بيأثر. صباح الخير غيدا. صباح النور. يعني انا هلا عم شوف لينوفو لانه نحن معودين عليك صح ايباد. طب بيطلع الساعه يعني هي هون مزبوط. ولا مره كنا شايفينه قبل تليفون. اكيد اذا بدك نحكي بشكل سريع مين هن لينوفو. هن اي بي ام. يعني كنا بنعرفهم باسم اي بي ام لابتوبس والكمبيوترز والعملاق الكبير بتصنيع الكمبيوترات. انتقل بعدين بفتره من الفترات لما تم الاستحواذ على اي بي ام من شركه صينيه باسم لينوفو او الجديد يعني. ايه مظبوط. وانطلقت بعده اتجاهات بتصنيع الهواتف النقاله والتابلتس وغيرها من الامور. واكيد ما ننسى الكمبيوترز اللي هن اليوم كمان من بعدهم اكيد الأول عالميا بتصنيع الكمبيوترز. فرح نحكي شوي عن جهازين من لينوفو. هن رح يكون معنا نحن بالاسابيع القادمه الجهازات الهاي اند اللي بسموها يعني الغاليه. ايه هلا عم اقول غاليه بس بطل بالسعر عرفتي. بس نكون واضحين يعني. بس حيكون ولا من بعد 3 سنين لحتى وصل لعنا على السوق لهون السوق. هلا بلشوا اخذوا استراتيجيه الانتشار عالميا. وين كانوا يعني يطلعوا قبل؟ في اسواق موجوده فيها اسواق الفار ايست كانوا موجودين بقوه فيها. الدول العربيه كانوا موجودين. اوروبا موجودين. هلا قرروا يفوتوا بعد على اسواق اكثر وعم ينافسوا بالاسواق العالميه وفاتوا على امريكا وايضا عم ينتشروا بعد بالدول يلي هن مش موجودين فيها. اليوم لبنان كان عم يبيع فيه لينوفو بس بشكل غير رسمي لفتره طويله بعدين رجع صار بشكل رسمي وهلأ صار رسمي أكثر مع إذا بدك تدخل جو موبايل بشكل غير رسمي يعني بشكل غير شرعي بالتهريب. تهريب بس اليوم أكيد رح نحكي كمان عن جو موبايل يلي بيفوت بقوة على موضوع تأمين أجهزة لينوفو بالسوق. خلينا نحكي برجع للفكرة أنه نحن عم نحكي عن تليفونات. رح نحكي عن تليفونات غالية بس مش بالسعر بالقيمه تعيطها. ايه؟ من لينوفو. طب ما تقول غالية لكان قول. لا لا بقول هاي اند يعني. ايه بس هلا خلينا نحكي اليوم عن تليفونين ذات جودة عالية. عن تليفونين من لينوفو اللي هن البي 2 والكي 6 نوت. بس قبل هذا البي 2 هلا حنعمله شيله من علبته هيك هلا احنا نفتحه. بس خلينا قبل شوف حبيت. ما هي القصة طبعا انبوكسينج. بس خلينا نشوف اول كليب عن البي 2 لانه انا مركز شوي على البي 2 اليوم اكثر من الكي 6. خلينا نشوف اول كليب عن البي 2. اوكي رح نعمل انبوكسينج. بس شغله وحيده ركزوا عليها بالكليب. هنفتح العلبه. الشغله الوحيده ركزوا فيها بالكليب حنرجع نشوفها هلا بالكليب الثاني هو الباتري. اوكي سو اللي بدي اقوله انه هيدا الديفايس ديزاين وايز هن بيشبهوا بعض كثير. ايه وبيشبهوا كثير تليفونات عم نشوفها بالسوق من ماركات او اذا بدك عم تتصنع بالصين. صح. هذا التليفون من ورا في عنا الكاميرا اللي هي 16 ميجا بيكسل ومن قدام في عنا البطن اللي هو بنفس الوقت فينجر برينت. ايه. بس المخيف بهذا التليفون مخيف لانه عن جد ما في له
حدا بالسوق بنفس القياس هي البطاريه 5000 ملي امبير 3 ايام استعمال اف على جهاز اندرويد. والله قوي كتير. فخلينا طب كيف اسعارهم هلا؟ خلينا نحكي تقريبا. نحكي اسعار، عم نحكي باسعار بمتناول الجميع تحت 350 دولار. اها هيدا البي 2 كل الاثنين الاثنيناتهم نفس السعر تقريبا؟ بيفرقوا شوي عن بعض. ايه؟ لانه في فرق بالسبكس. بس خليني قبل ما اكمل احكي عن البي 2 شوف الكي 6، خلينا نشوف هالكليب يلي نحط فيه البي 2 اذا بدك منافسه مع تليفون ثاني كمان صيني مشهور بس معروف كمان بقوه البطاريه وبسرعه التشريج. خلينا نشوف الكليب سوا. اوكي. بس واحد لضلوا نايمين حده 3 ايام. فاول شيء سرعه الفاست تشارجينج لبطاريه 5000 ملي امبير عم تشرج مثل اي تليفون ثاني واسرع بعض الاحيان عم تكون بالتشريج، عم ناخذ 3 ايام استعمال لهذا الجهاز. فبالتالي عن جد اليوم بلشنا نطلع من مبدا انه شو بده المستهلك عم يتقدم له، بمعنى انه انا ما بدي يمكن ديفايس في بقلبه كثير حراتي ما عم بستعملها بس بدي بطاريه وبدي كاميرا. فهيدا خلينا نعمل ريكاب سريع قبل ما نشوف الكي 6 هون. البي 2 بقلبه بطاريه 5000 ملي امبير، عم نشوفها محطوطه هون ملزقه على 5000 ملي امبير، يعني هي خلينا نقول له اكبر بمره ونص من اغلبيه الاجهزه الموجوده بالسوق يلي هي بتتراوح بين 3000 و 3500 ملي امبير، خاصة للأجهزة اللي نحن بنعرفها مثل الماركات الثانية كورية مثل ال جي أو سامسونج يلي هن عندهم أكبر بطاريات. اليوم عم نشوف 5000 ملي امبير أكبر بمرة ونص، عم نشوف 5.5 سكرين انش، عم نشوف فول متل بودي ديزاين كله حديد، عم نشوف 1 كي باتري سيفنج وهذا اللذة فيها. تليفونات كلياتها لما بتفوتي على الباتري سيفنج مود او بدك تنطري يصير 10% او بدك تفوتي على قلب السيتنجز وتكبسي باتري سيفنج مود، هون في كبسه على شمال التليفون، مجرد ما تكبسيها بفوت التليفون بحاله الباتري سيفنج مود وممكن بعد يعطيكي كمان وقت اكثر على البطاريه. فهذه كمان كثير مهمه. اكيد ما رح ننسى انه هذا التليفون بياخذ خطين او خط وميموري كارد 16 ميجا بكسل. يا اما خطين يا اما هو يعني يا اما ميموري كارد. يس، يا خطين يا خط وميموري كارد. اوكي اوكي. فهيدا كان البي 2 يلي هو صار متواجد بالسوق. هلا بما انه بعد معنا دقيقتين ما رح نحكي السريع مضبوط على الكي 6 بس رح نعمل له انبوكسينج وفرجينا اياه. عم بعمل انبوكسينج ها وشلناه. بس بدي اقول انه الكي 6 هو جهاز منه بنفس المواصفات البي 2، الفينجر برينت من ورا، فول بودي متل ديزاين كمان، او ستاندينج كاميرا مع فينجر برينت سنسر من ورا كمان، اثنيناتهم فيهم فينجر برينت سنسر، اكيد البطاريه منه بكبر البي 2، انما هو الجهاز يلي بينافس الاجهزه الثانيه من الفئات اللي موجوده من المصنعين الثانيين يلي هي مخصصه للبزنس. اوكي. اوكي؟ يعني هون بس كمان انه هون عم بتقول يعني مواصفاته اقل من هيداك، يعني هذا المفروض يكون ارخص. لا نحن لما عم نحكي عن 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 لانه عم تقول بطاريته مثلا بتفرق كثير.
عم نحكي على فكره 5.5 انش 2 طن ايه. عم نحكي باتري اقل من هيدا ايه. اوكي بس عم نحكي باغلبيه السبكس الباقيين هن زيتون، لكن يعني كثير البروسيسور في واحد يشتري حيلا واحد اكزاكتلي exactly. البروسيسور هو زيته، الميموري هي زيتها، الكاميرا تقريبا هي زيتها، متل ديزاين اثنيناتهم. فبس الفرق انه هيدا في بقلبه بيرفورمانس، البي 2 في بقلبه بيرفورمانس اقوى وانشط واكبر بالباتري من الكي 6. يعني واحد بينصح بهيديك نوعا ما، هلا اثنيناتهم مثل ما قلت نفس العائله صح صح اخوات مش اولاد. خليني اقول شغله كثير اساسيه، رح نرجع نحكي بعد عن لينوفو نحن، بس خليني اقول شغله كثير اساسيه قبل ما اختم بما انه بعد معنا دقيقه غيضه، انه وجود الكي 6 ووجود البي 2 بالسوق يعود الفضل فيهم ل جو موبايل يلي جابوا البراند على لبنان و عم بيعطوا الوارنتي يلي حنشوفها يعني محطوطة على العلبة. جو موبايل نحن ما عم نعمل دعاية لشركة، إنما عم نقول للعالم للمشاهدين اللي حابين يستثمروا بتليفون لينوفو في له وكيل بالسوق مستعد يصلحه ويقدم سبير بارتس له، وكمان يعمل اللازم بمجال خدمة صيانة ما بعد البيع. ففيهم يوثقوا بالماركة ويتأكدوا انه عليها جو موبايل لما بيشتروا التليفون لينوفو، لحتى الوكيل يتحمل مسؤوليته اذا كان التليفون في بقلبه صح. اي بروبلم. نحن بنشوفك جمعة الجاي ان شاء الله بتليفونات جديدة بقلب تليفونات جديدة ومع مواضيع جديدة. راح نتابع بعد لحظات مع ميلاد، خليكن معنا.